وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان رامي الدباس الباحث في شؤون الشرق الأوسط. أستاذ رامي أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني كيف ترى اليوم ما بعد هذه الضربة الأمريكية لمواقع في داخل العراق وسوريا، كيف سيكون شكل الصراع في المنطقة، خاصة بأن الولايات المتحدة تؤكد بأنها لا تسعى إلى توسيع رقعة الصراع وإنما هي تستهدف المواقع التابعة لوكلاء إيران كما وصفتهم في المنطقة؟ سيدتي العزيزة، ممكن الولايات المتحدة لا تسعى، لكن من تسبب في هذا الصراع هو يسعى. السؤال الذي يطرح نفسه، الاتهامات يعني طالت المقاومة في العراق أو كما يسمونها الميليشيات في العراق، لكن أنا لست هنا لأدافع عن أحد. من له مصلحة في التعدي على القاعدة الأمريكية في الأردن؟ أنا من وجهة نظري في الأردن وليس في سوريا أو في مثلا العراق، في الأردن أنا أعتقد أن دولة الكيان الصهيوني المتمثلة بإدارة نتنياهو تسعى لإشعال صراع جديد في الشرق الأوسط. يعني هو في صراع أوريدي، يعني في غزة وفي حماس وفي المقاومة وفي حالة إنسانية في غزة، لكن تريد التوسيع رقعة هذا الصراع من خلال إدخال اليمن، من خلال إدخال العراق، من خلال إدخال إيران، من خلال إدخال سوريا، من خلال إدخال جنوب لبنان، يعني المقاومة في لبنان. يعني أعتقد أن أهداف إسرائيل يعني أو الكيان الصهيوني يريدون توسيع هذا الصراع وإدخال أمريكا وبريطانيا، وعلى الرغم أن بريطانيا لم تتدخل في هذه الضربات في سوريا، لكن هي ستيب باي ستيب، يعني يريدون إدخال الجميع في هذا الصراع، ثم جعل الدول العربية تتقاتل فيما بعدها بالنيابة والوكالة عن الكيان الصهيوني، يعني بطريقة أو بأخرى، يعني وتقسيم هذه الأمة العربية. هذا من وجهة نظري. أستاذ رامي، يعني استهداف هذه القاعدة على الحدود الأردنية السورية، هل السبب هو يعني أو كما ترى إدخال الأردن في هذا الصراع، خاصة بأن الأردن رفض أيضا مخطط التهجير الذي كانت تسعى له حكومة الاحتلال الإسرائيلي؟ هنالك هدف إدخال الأردن وإدخال دول الخليج وإدخال دول عربية أخرى، يعني ومن الأهداف الأخرى يعني التي تسعى لها الكيان الصهيوني ليس فقط إدخال هذه الدول العربية، بل عدم انسحاب القوات الأمريكية من العراق. هذا هدف يعني من أهداف يعني إسرائيل، يعني دولة الكيان الصهيوني. نعم، ولكن اليوم عندما نتحدث عن حرب طويلة الأمد أو ضربات مستمرة وطويلة الأمد كما صرح التصريحات الأمريكية، هذه الضربات إذا ما استمرت لفترة طويلة إلى أي مدى ستجر أو إلى أين ستجر المنطقة؟ من أهداف إسرائيل أعتقد إقحام إيران وإقحام كافة من يواليها، ومن ثم إدخال مثلا بريطانيا، أمريكا، دول الخليج اللي هو ما سمي بالشرق الأوسط الجديد والناتو العربي. يعني هنالك باحثين في أمريكا تحدثوا عن الناتو العربي، يعني هذا الناتو يعني يريدون تشكيلها الولايات المتحدة للحرب يعني بالنيابة عن المصالح الأمريكية. نعم، يعني البيت الأبيض، تصريحات البيت الأبيض وعلى لسان جون كيربي بأن القوات الأمريكية ستشن هجمات ولكنها لا تسعى للدخول في حرب مع إيران، والرئيس الإيراني كان قد صرح بأنه يعني لا يريد الدخول في حرب، ولكن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسكت وسترد إذا ما تم استهدافها. إذن يعني هل هي حرب خفية، هل هي حرب باردة ما بين الطرفين دون أن تكون مواجهة يعني مباشرة؟ هي حرب خفية، لكن من الذي سيتكبد الخسائر هو بالنهاية الشعوب العربية الموجودة. يعني هي الحرب ليست في واشنطن وليست في طهران، الحرب هي موجودة في بغداد، الحرب موجودة في بيروت، الحرب موجودة في دمشق. يعني الشعوب العربية هي التي ستعاني، يعني سواء إيران، سواء أمريكا، سواء دولة الكيان الصهيوني لا تهتم لهذه الشعوب. يعني رأينا كيف هنالك كان قصف على القواعد الأمريكية وهي القاعدة داخل الأردن، يعني هذه الدول سواء كانت العراق من قصفت، سواء كانت دولة الكيان الموساد من تسبب في هذا القصف، يعني غير عاجزين على إقحام الأردن وإقحام الدول العربية الأخرى في هذا الصراع. وبالنهاية من هو الخاسر؟ الشعوب العربية. أستاذ رامي، الرد القوي الذي تعهدت به الولايات المتحدة والذي بدأ ب يعني 85 هدفا خلال 30 دقيقة
وهذا الرد مستمر وسيتواصل خلال الأيام القادمة بحسب تصريحات الولايات المتحدة. إلى أي مدى هذا الرد أيضا يشكل يعني ردا بالنسبة للولايات المتحدة، أولا لاستعادة موقفها وأيضا لحفظ ماء الوجه بعد أن تم استهداف، بعد 165 استهداف لمواقعها، ولكن هذه المرة كان هناك قتلى وقعوا وجرحى، الأمر الذي دعا بالتأكيد إلى رد قوي تعهدت به الولايات المتحدة. إلى أي مدى أيضا ترى بأن هذا الرد هو للداخل الأمريكي ليس فقط ردا على وكلاء إيران في المنطقة كما قالت الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة يعني لن أقوم بالدفاع عنها لأن هي أقوى جيش في العالم، يعني هي من استطاعت إسقاط العراق، هي من استطاعت بقدراتها إسقاط يعني بافتعال الثورة في سوريا، يعني هي ليست عاجزة لا بالنهاية، ولديها حلفاء من حلفاء الناتو من بريطانيا من الدول الأخرى وأيضا من الاستخبارات الدولية المتحالفة معها التي لديها مصالح مشتركة معها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه يعني ماذا سيحصل في الدول التي تتعرض لهذا القصف؟ يعني الموساد هو من أنا من وجهة نظره هو من افتعل هذا الهجوم على القاعدة الأمريكية، يريد إدخال كما ذكرنا إدخال العراق، إدخال سوريا، إدخال بيروت في هذا الصراع، ثم إدخال دول عربية أخرى، ثم الزج في أمريكا والزج في بريطانيا، ومن هنا تشكيل الشرق الأوسط الجديد. ويعني هنالك كان في كلام أيام الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، كان هنالك في ناتو عربي، يعني كان في تحدث عن ناتو عربي هدفه يعني الدفاع عن مصالح الأمة العربية، أوكي، لكن هذا الاستغلال لهذا الناتو سيكون استغلال للمصالح الأمريكية. نعم أستاذ رامي، كيف ترى الأيام القادمة خاصة في ظل يعني كما ذكرت توسع الصراع؟ نحن نتحدث عن صراع في البحر الأحمر وأيضا تقوده الولايات المتحدة في الرد على هجمات الحوثيين، من ناحية أخرى هناك الصراع الدائر سواء كان على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أو حتى العدوان على قطاع غزة، إذن هناك يعني أكثر من جبهة مفتوحة في المنطقة، كيف ترى الأيام القادمة خاصة بأن الولايات المتحدة أيضا باتت يعني منشغلة في أكثر من جبهة في منطقة الشرق الأوسط؟ الولايات المتحدة حاليا هنالك انتخابات رئاسية، إذا ما تعمقت هذه الأزمة وأصبحت حرب علنية أكثر أعتقد يعني ممكن تؤثر على الرئيس جو بايدن في حملته الانتخابية، لكن من جهة أخرى هذا لو تأثر جو بايدن في هذا المجال سيكون هذا لمصلحة الرئيس الجمهوري يعني المرشح الجمهوري دونالد ترامب يعني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا ما تدخلت الولايات المتحدة واتسعت رقعة نطاق هذه الحرب وثم خسر جو بايدن وفاز دونالد ترامب، هل هذا سيفيد الدول العربية؟ لأن الدول العربية يعني تتعرض منه إلى هجوم صهيوني يعني حاليا وفي غزة يعني عن طريق الإدارة الأمريكية الغير متدخلة التي لم تنهي إلى الآن هذا الصراع، يعني الصراع سيمتد يعني بزيادة يعني مع وصول الرئيس الأمريكي الآخر. يعني في الحالتين يعني أعتقد على الدول العربية التدخل وحل هذه الأزمة وعدم اتساع نطاق هذه الحرب. ولكن أستاذ رامي، ألا ترى بأن الرد الأمريكي القوي الذي تعهد به الرئيس الأمريكي جو بايدن وأيضا هذا الرد خلال 30 دقيقة كما تحدثنا ب 85 هدفا داخل العراق وداخل سوريا، ألا يقوي من موقف الرئيس جو بايدن في الداخل الأمريكي بأنه يدافع عن جنوده؟ نعم هو يقوي، لكن هذا يؤثر على اقتصاد الدول الأمريكية. الشعب الأمريكي عندما يصوت في الانتخابات الأمريكية لا يأبه للوضع في الشرق الأوسط أو الوضع في أفغانستان أو الوضع في روسيا أو الوضع في الاتحاد الأوروبي، يأبه لشأن الوحيد الاقتصاد الأمريكي. الاقتصاد الأمريكي عندما نصوت في مجلس النواب الأردني نهتم في الاقتصاد الأردني والوظائف الأردنية، نفس الشيء في أمريكا يعني مع اختلاف يعني قدرات الدولتين. يعني الاقتصاد الأمريكي سيتأثر، نفسه تأثر في الحرب العراقية أيام جورج دبليو بوش، تأثر وانهار الاقتصاد الأمريكي. وهنا أعتقد يعني ستحاول أمريكا إقحام بريطانيا ودول أخرى في حال اتساع هذا الصراع. ولكن هل ستتمكن الولايات المتحدة من المضي سواء كان في يعني كما ذكرنا أكثر من جبهة مفتوحة، هذه الجبهة اليوم التي بدأتها في العراق وسوريا وتحدثت أيضا عن اليمن بالإضافة إلى البحر الأحمر وحارس الازدهار، وأيضا هي تدعم أوكرانيا، إذن هناك يعني أكثر من جبهة تتطلب ميزانية خاصة من قبل الولايات المتحدة
في الوقت الذي كان هناك إقفال للحكومة الفيدرالية من أجل في ظل ما تعاني منه وما يعاني منه الاقتصاد الأمريكي؟ نعم، أعتقد يعني هذه الجبهات تؤثر على الاقتصاد الأمريكي كما ذكرت. المرشح الجمهوري ضد هذه الحروب ليس كما يقال أنه يعني عميل لجهة معينة، بل هو يعني زلمة بيزنس مان يريد تقوية الاقتصاد الأمريكي، يريد إنشاء تحالفات. يعني بالنهاية هذه التحالفات ستكون ضد الأمة العربية. يعني بالنهاية هذه الحرب يعني إذا ما تدخلت الولايات المتحدة وانهار الدولار الأمريكي أو صار في انهيار في الاقتصاد الأمريكي، هذا أنا أعتقد ضد يعني مصالح جوزيف بايدن وضد مصالح الدول العربية. يعني الأمور متناقضة. يعني كما ذكرت الأمور متناقضة، ولكن أيضا كان هناك أكثر من بيان للولايات المتحدة، سواء كان على لسان وزير الدفاع والذي أكد بأنها مجرد بداية وبأن الولايات المتحدة ستمضي في ضرباتها للميليشيات الإيرانية، وأيضا يعني تصريحات البيت الأبيض وتصريحات جو بايدن. إذن اليوم هناك إجماع ما أمريكي على ضرورة المضي في هذه الحرب. هذه الحرب إلى أين ستصل وإلى أي مدى أو إلى متى تتوقع بأنها يعني تستمر، خاصة بأن أيضا العراق أعلن وفي يعني بيان للحكومة العراقية رفضه لهذه الضربات على أرضه، وأيضا يعني هناك حديث أيضا عن تصعيد من ناحية أخرى إيراني. ماذا ترى في الأيام القادمة في ظل كل هذه التصريحات؟ كل من حارب ضد دولة الكيان الصهيوني هو مستهدف. الجميع يحارب يعني في هذه الحرب. الدولة الأردنية يعني سحبت سفيرها. الدولة المصرية تحارب يعني لجعل سيناء عدم ليس لوطن بديل يعني. لكن هنالك جهات أخرى تحارب، مثل في لبنان، مثل في سوريا، مثل في العراق. الهدف تصفية هذه الميليشيات الغير موالية يعني أو ليس لديها مصالح مشتركة. الهدف هو تصفية هذه الميليشيا التي ليس لها مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة. يعني المحاولة إنشاء صراع جديد في المنطقة، هذا ما أعتقد، وإسقاط يعني هذه الميليشيات وطردها إلى طهران نفسها ستكون المحاولة. نعم، كل الشكر لك أستاذ رامي الدباس الباحث في شؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان.